مين بقى أصعب لاعب واجهته في حياتك؟ يعني مان، مش حارس مرمى. وطبعا هنسأل برضه مين الحارس بعدها أصعب لاعب في مسيرتك في أي حتة، مع المنتخب، مع الزمالك، مع أيه. دي كمان مين؟ لعيب في برشلونة ومنتخب فرنسا. لا، في ماتش كأس العالم للأندية مع الزمالك. لعبت معاه ماتشين، ماتش مع المنتخب وماتش في كأس العالم للأندية. تمام. مين بقى أصعب حارس حسيت إن أنت مش هسجل فيه النهارده؟ لا، أنا عمري حسيت إحساس إن أنا مش هسجل في حارس، بس يعني ممكن يبقى أجمل جول لعبت ضده لاندين، جول الدنمارك. الدنمارك. أكيد ممكن يعني. طب مين اكتر لاعب بتطمن وهو موجود مهما كانت النتيجه؟ يعني انت كسبان او خسران، انت عارف ان اللاعب ده طالما موجود في الملعب معاك هنكسب ده يعني نادي ولا في اي حته، يعني مش عارف الصراحه، بس انا بحب العب جنب دودو احمد هشام. دودو من منتخب الناشئين اصلا من زمان، بحب العب جنبه يعني. طب انا مستريح. بمناسبه دودو، هو دودو رجع الدوري معاكوا اصلا ولا هو لسه لا، الاصابه ما هو خلاص ابتدى ينزل تمرين من هناك في فرنسا في نيم، بس هو ما نزلش عشان احنا كنا خلاص في وقت البطولة فما لحقش يتمرن يعني. بس هو كان موجود في القائمة صح؟ كان موجود تقريبا، بس هو احنا يعني شفناه في الاحتفالات بس ما اعرفش. هو ما نزلش، هو لسه كان يعني لسه الإصابة كانت في آخرها خلاص يعني، فقال يبقى يبتدي من هناك يعني واحدة واحدة. لو في اهداف عايز تحققها على المدى القريب او البعيد، يعني مع المنتخب او مع النادي، نادي الزمالك او النادي الجديد اللي هو كيلسي؟ القريب يعني نادي الزمالك، عايز اكيد اكسب البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله على قد ما اقدر، احاول اكسب اي بطوله نخش فيها، مع المنتخب نعمل حاجات كويسه في كاس العالم وفي الاولمبيكس اللي بعدها. في النادي الجديد عايز اخد تشامبيونز ليج. هو كده كده وصل نهائي، فيعني ممكن تقررها تاني بس تكسبه بقى المره دي ان شاء الله. ممكن ان شاء الله. مش على المستوى العالمي بقى، يعني مين افضل لاعب في مركزك؟ مش عارف، حاسس انه ممكن تقول ثلاثة هسهلها عليك شوية. هانسن بتاع الدنمارك، كرباتيتش فرنسا، ساجوسن النرويج، تقريبا هم دول يعني. غالبا المركز ده اهم، حاسس ان هو اهم مركز يعني في بيبقى الفتره فيه من دي. احسن لعيبه في العالم. صح، هو تقريبا بيبقوا من احسن لعيبه في العالم. دايما متعودين ان الحد اللي هو طويل القامه يعني بيلعب في العاب مش اليد، يعني يا اما بيلعب طايره يا اما بيلعب باسكت يا اما ممكن يلعب لعبه تانية. بعد ما لعبت، احنا عارفين ان انت لعبت باسكت زي ما انت قلت قبل كده، بعد ما لعبت يد بقى، هل حد قال لك مثلا انت يا ابني اللي جايبك هنا انت المفروض تلعب؟ طبعا اي حد بقى ماشي في الشارع بيقابلك بتلعب باسكت تلعب باسكت، انا اقول له لا والله ازاي ما دخلتش باسكت، هم حافظين يعني، ناس حافظه ان هو طويل يبقى تلعب باسكت. بس عادي بره في ناس كتير طولي، في ناس اطول يعني، مش شرط خالص ان انت عشان طويل تلعب باسكت يعني. لا، هو مش شرط. احنا لا اكيد الناس بقول في لك على مصر قالت الناس لك يعني كده صح؟ كتير.